يا حكيم، يا حكيم، أنا زادت همومي وضاقت بي الوسيعة، ما عاد صرت إنسان مبسوط ولا تكفى. أوصني. امسك هذه الملعقة، وإياك، إياك أن يقع ما بداخلها. اذهب إلى الحوش ثم تعال مرة أخرى. إياك أن يقع ما بداخلها يا بني. هل رأيت ما في الحوش من حدائق غناء وتحف وتماثيل ولوحات جميلة؟ لا والله، إذا كنت مركز على الملعقة. بالضبط، هكذا هي الحياة، تركز على مشاكلك وهمومك وتنسى كم هي جميلة. الملعقة يا بني وما بداخلها هي مشاكلك وهمومك التي تبعدك عن الحب والسعادة. وأنك حكيم ما شاء الله، الله يجزاك بالخير يا طويل العمر. أنا من اليوم ورايح ما عاد أفكر إلا بالأشياء الجميلة. سلام عليكم. صحيح، الحوش الخلفي فيه رسمات ونقش وشجر ومدري وشو. من جدك انت؟ حوش مغبر، اهم شيء الحكمة وصلت. ايه وصلت. توكل. سلام.